أتينا بالمورود الثقافي والعمراني في أفق احتضان كأس العالم للسيدات. والسادة النواب محترمين، الفريق تجمع الوطني الأحرار، سيد نائب محترم تفضلوا. زيد، أسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تنوي وزارتكم لاعتمادها لاعتناء بالمورود الثقافي والعمراني في أفق تنظيم تظاهرات كأس العالم بلاد. شكرا سيد الوزير تفضلوا. إذ أولا بعد هذا الخبر اللي تم إعلانه من طرف سيدنا الله ينصرو اللي فرح المغاربة كلهم، وإحنا بطبع طرف من هاد المغاربة، الوزارة من خارطة باش تزيد تقوي الترميم وحث خاصة التنشيط في المجال ديال التراث، وهذا غيهم ليس فقط المدن المعنية بكأس العالم ولكن جميع المدن المملكة، لأن هذه فرصة كيف ما تكلمت على سيد النائب باش نعطيو فرصة لهاد السياح اللي غيجيو يتفرجوا في المباراة باش يزوروا المدن المغربية كلهم ماشي غير المدن اللي غيعيشوا كأس العالم. وفي هذا المجال كيف ما قلت قبيله كاين مجموعة البرامج اللي كنا عندنا انطلاقا نديرها في ظل الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية والدول الإسلامية اللي بغينا نعموهم على الصعيد الوطني، وهذه البرامج هذه الأنشطة كتكلم على تاريخ المملكة، كتكلم على هي طريقة باش نحميو التراث ديالنا وباش نعرفوا كذلك الهوية المغربية. هادشي اللي غنفعلوه كذلك في مجموعة ديال الأماكن، كنتكلم على مراكش، كنتكلم على العرايش، كنتكلم على أسفي، كنتكلم على طنجة، مجموعة ديال المآثر التاريخية في جميع جهات المملكة بشراكة مع المجالس، لأن النجاح ديال هذه العملية ديال التنشيط الثقافي إلا ما كانش هناك إشراك الجماعات والمجالس الجهوية ما غاديش ننجحوا فيها. ما نساوش بأن المجالس الجماعية والمجالس الجهوية عندهم كذلك هذه الصلاحية باش هذه الاختصاصات باش تفعل كذلك الجانب الثقافي في الأقاليم والجهات ديالهم. فكاين هناك برنامج غنبداو هذه السنة الأولى 2024 في 6 ولا في 7 ديال الأقاليم والجهات، وبالطبع التحدي والهدف ونلقاو إمكانيات باش خارج يعني الدعم اللي غيكون من طرف الجهه او من طرف الحكومه نحاولوا هذه المقاولات الثقافيه يوليو كينشطوا راسهم هذه الاماكن، يعني يولي واحد المداخل لهذه المقاولات الثقافيه. اولا يفوت ترانسفورمي ما يبقاوش غير الجمعيات الثقافيه، يوليو مقاولات ثقافيه باش كتسهل عليهم حتى على الطريقه ديال التنشيط، يوليو عندهم امكانات مداخل. شكرا جاء الوقت، تفضل سيد النائب المحترم. السيد الوزير، وتفاعلا مع الجواب ديالكم وتأكيدا لبعض ما جاء في جوابكم، انا بغيت اليوم السيد الوزير نقوي ذاك البعد الاستراتيجي والرؤيه ديال الوزاره ديالكم في المحافظه على التراث الثقافي والعمراني والتثمين ديالو. ما بغيناش ذاك الشيء اللي وقع في حال رؤيه 2014-2020 اللي لحد الساعه ما دار فيها حتى شي حاجه، يعني بغينا اليوم رؤيه استراتيجيه واضحه في هذا الموضوع. بغينا نتملكوا انماط تدبيريه عصريه في هذا الموضوع في التثمين ديال المورود الثقافي والعمراني. كنعرفوا اليوم الصناعه الثقافيه واللي معتمده عندنا في البرنامج الحكومي، نعم بغينا النجاعه ديالها والمردوديه، واليوم كتعرفوا واحد العدد ديال دول اقتصاديه كبرى او دول صاعده اللي اعتمدت الصناعه الثقافيه واللي هي الصناعه الاكثر نموا بين الصناعات. اليوم سيدي الاشاره سيد الوزير، اليوم المعامله ديال السياحه القسم الكبير ديالو مجي بفضل الثقافه، واليوم ما كرهناش ماشي وضروره استحضار البعد الاكاديمي للانخراط في اعداد رؤيه لتعزيز الهويه الوطنيه اللي مشار اليها في الدستور، وبغينا طبعا يكون هذا الشيء كله مستوفي للشروط في ظل الواجب حتى نحدوا المفهوم والمفاهيم باش نقدروا نتمنوا المورد الثقافي ديالنا ونجعلوه يوافي يعني جاذب، عنصر جاذب للاقتصاد ديالنا ويكون كيدير. شكرا سي النائب المضافه ديالكم. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ لا يبدو. نمر